ميز عرض نون باي نور خلال أسبوع الموضة بنيويورك بالرومانسية والبساطة اللي لطالما عودتنا عليها صاحبة الدار الشيخة نور آل خليفة وشيخة هيا آل خليفة. اتسمت المجموعة بنعومتها الأنيقة من خلال تركيز الدار على الألوان الكلاسيكية من الأبيض، الأسود، البيج والرمادة، بالإضافة للون الزهري بمختلف نغماته الفاتحة وأبرزها الكورال واللون الأزرق. بدت التصاميم بغاية الأنوثة والرومانسية من خلال استخدام القطع الخفيفة بالأقمشة الفاخرة، وطغت عليها قصات عصرية بتوحي بالحيوية. كان عرض نون باي نور لربيع 2019 خلال أسبوع الموضة بنيويورك بالفعل أنوثي وراقي ببساطته.